قلنا ونعاودوا نقولوا نتمنوا ان الناس اللي كيستعملوا الطريق يستعملوه بالحيطه والحذر وان حرب الطرقات. شنو سمعتوا نتوما ملي جيتونا كيفاش تقبلتوا الخبر وكيفاش تقبلنا الخبر؟ الخبر عيطوا لي الاخوان لان حكم علاقتي بالاخوان وعلاقتنا بالجمعيات والنقابات داخل مدينه المحمديه عيطوا لي تقريبا من الاول ولا الثاني اللي تلقى الخبر. حاولنا نديبلاصاو للاهل ديالو. اللحظات الاولى كان عندنا المعلومه انه غير مصاب في الطريق غادي انا والاخ ديالو، حاولت نوقفوا الطوموبيل تكلمت معاه وكذا لانه توفى هذيك اللحظه. حاول يجيب الاخ ديالو من مدينه بوزنيقه، الام ديالو دابا راه مازال جايه في الطريق ما عارفاش انه توفى لانها كاينه في مراكش. اخت اخرى جايه من مراكش اللي في راسها الخبر. نتمنوا ان الصدمه ديال الام ديالو تكون خفيفه لان مازال كنتسناو فيها توصل. شكون اللي تسبب لي في هذا الحادث بدون ذاك الاسماء؟ كما قلت ان كانوا جوج سيارات على حساب شهود العيان، على حساب شهود اللي كانوا تما كانوا جوج سيارات جايين بواحد السرعه. واحد السياره بيضاء النوع ديالها وكذا لا توجه توجيت الديمومة ديال الشرطه راه تلقاوها تما هي اللي دخلت في السياره. سياره الاجره السلف الثاني وسيارات الاجره السلف الثاني معنى اصح ما بقاش طونوبيل لان الضربه ديالها راه تعجلات وكذا. كنتمناو كما قلت حتى واحد من المستمعين الطريق انه يطيح في هذه الكارثه.